وسلم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحماد قار إسكالي قال لي إنه سورة قلي إن الحل كان سهولني مانو وأن قيبنا قلنا فريتان كمدرسة نور الذهبي وحن كلا رأينا نسقاسة ومهد عليو الشيخ محمد ضيب يا الشيخ مصطفى يا الشيخ عبد الله وسيد حدود بين جاك شيبي إني نوي معذان وحن كلا رأينا هل كانوا جمهد عليو لما أن كسر قيب جلياشة ما صبر البط كفر دان وحن دين الله يا وقتي نقالها الله أرتين هذا إذا كجمهد علينا يا هذا ما سنتين أنت عن البرامج كأنه قلنا وقلين وحن روائنا المتقى أن كفر فرنا سيد عيادة نو هايت عيادة كم إذا قرآن كريم كان طبعا وحن نسو جيرين دونا أما نو قرين دونا تفضل الحسن عبد اللطيف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم إلهك أجر سير وحن كنا رواينا هل كان وغيره واستغنى ينو سور دوين دونا كسو قيب قلي عشا هي الشيوخ دميش فالي دوا حسين محمد طبعا لغة عربي من طبعا كسو دوين دونا أنا في صباليا وقابل سنة سيدنا عربي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العزة والتكريم والإحسان العميم خلق الإنسان فكرمه وعلمه ففهمه له الحمد ما اهتدى قلب وانشرح والصلاة والسلام على من فتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وحن أمهد علينا يا أمان إنتك سوقي بشي حفلتان قيمها إيو شرفت مضن والدين أرضي علماء أمان وحن إذن الله يكسر هذا حفلتان ماموس كمضن سببتو أه حفلتان مهمة دي بوحيتها هي وينين لوينين أيو كتاب إلهي سبحانه وتعالى أدوني وآخر با عزي وشرف وحي كجرت كتابك إلهي سبحانه وتعالى قول إيو الليبان هداربتن وحد كده هليس كتابك إلهي سبحانه وتعالى لما أنت كسوقي بشي وحن كبرو رجينا يا إن أي خيرك أودك دقان ميل والبقو خيرك جيرو إن أتقيب بشي دسكو دي إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي فاستبقوا الخيرات خيرك أودك دقان ساس درتد لما وحان إذن ليا هاي ميلها خيرك كجرو هموغانينا مدارس القرآن كا مدارس علوم الشرعية لما انتي اي اودو هكا غيب قشو حدا مدارستي ويبطن ميلو البدرسة كفرن لكن وحكا فايدي سنة ويرين وحان إذن ليا هاي خيراتك إيو وناقة إنتي يرتا أدونك عاد كنوشة هاي كفا إذيسو موت كميل وكوسو جوه متقانت وقت قاعد لمن يسد متقانت مروا البو حديارو أهاتا إن آت أدقو وناقة جرى دمتت مروا بديارو أهاو إلهي سبحانه وتعالى وحولي هاي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون دمان وحن كسو غبغبينا كلمديدا حللتم اهلا ووطئتم سهلا طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم في الجنه منزلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت كذب وحن غدها وغلينا برامج كيغا مغا عيقنا محمد نغاية محمد داديا برامج كان انتا كلا جوجل كان قيل لنا اكبت الله يرالله وحان هادان الرواهي انا نصور دوين نصد وكاله انا نصور جيدين دونا وحقبتك دوبرك هذا الكوبرنا كرده دونا مدرسة شيخ محمد ريل كسلو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركب كوبادر ليال إلهي بما هذا السكالة إلا سوى فجية كلهم كان قيمها إيوقايها بضن إلهي كتاب كيسي لقاقشة كينا يو لقونا مارك تيوينين يو حقيقة هان وكلما بدن وحاجر تساعد من ضرب بدن بالغاية وين كلما أوفر ليان وكلن كأي أوفر ليان إن إنه سنين كلن كان أوكلة كلن كان عمل أوكلة ملاك با إن رجوكتا وما جينا لكن وجوكتا وين النود عين إسا إلهي هنو أقبل الدعاء داس قف كاستيوسن كتجين وهن يستو كلن كان عمل أوكلة وحلو بهي اللي وده على مر والبا محايا لي وكلن علم قال له وين إنا يوي إلهينا وحويان علمك يعني أدب لغة شيكية والله أماني ولغة هذي هذا كما هذيو ولا ليال أنت كبعدي مدرسة هرت حلينا الله بركة يوم بك كوباد مدرسة النور الذهبي وما عمو وكلمة وحيت هاي شيخ وهاي وحير كشيكة وحقبتك ما ركت هاي هوانك أما حقبتك الضمرك هذا الكون وما عندها يا هذه لقى هذا ليدا هذا موضوع هذا لقى هذا وقت دربوا بهاي لكن وحنسمين
هدي تصارع حلوفة ما شيء غير إن شاء الله تعالى ولا ليال هدي تاريخيا ده هالجهة ضلوا وح إنه وفلا أو حقبض كقيب توريبة جارهان دعوة وح كوفلا إن له وحقبض كدمر كقفكي كوباد النبي جن الرمي صلى الله عليه وسلم وحياة هاي قف دمر عيا هاي أمنا خديجة يا هاي الله كرر لنا قضاء أنت أصلا كوفلا وحاكله هذان كهذا اللي حق الدعوة هي علم جفافين تيسا أمنا عائشة الله كرر لنا قضاء وحي علماء ذهن هدي أفر لا قيم يا مال مال كم ذا هاد جارسين تدين تا وحاله ليه كرا عائشة يا أسكاله الله كرر لنا قضاء والدين تا تنت يحسو جارسين أي وحي هاي ضدك دورك قف أغص الرأي حق حفظ كحديثة أمنا عائشة راك رأنا وذا وحاكل السحابيات كل حج الرأي حق مركي لقاه الله يو فتوى إيا خلافاتك شفاء ابن عبد الله العذوية سحابي يدي لديه جري وحي هاي سيدنا عمر وقت جيسي وكوري جيي فتوى دمان بوليسكا إيو رجال الأعمال ضدك مارك تسوغلي ده مركز إسقبصدان صحابية ده أياك ربيحين جرتبا ليه معناها علم جيده هو ربيحون يسافة وضع يقوان دي دين تأولي هاي يفقه عافمات كان أساس وكالي أهايان دمركو صحابيات وحاكو جري دقال كمركي لقو جيرو صحابيات وحاكو جري قبلك كمد أها أو حيسمين جرين أياك إسعافين جري دادك حنوصن أيجا داوين جري وحيلتها هي مركا وحقبت كدعوة النوع قدام بيوي قيبت العكتة يوحصو صار كجناحسي أنا قفي كوب هذا كعوي كوب وهالنبي صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة الحالة هذه أيي كعوي سي دين تنمانتا أي من كرة هاي سنة إنه قفي كوب هذا ويا هاي هدي اللي قصو قدبو waxa inoogu filan waxa qabadka ay leeyihiin hooyooyinka iyo dumarka a'immatul arba'a afarta madhab wa maghashan somo ya al-imam ash-shafi'i ma maghashan imam ash-shafi'i wuxuu aha agoon buu aha agoon imam anas ibn malik ibn anas sawra wuxuu aha isna agoon buu aha أحمد بن حنبل إسنا محوها إسنا أقوم بوها سؤال يا سوبر باري يا سبب أقوها إن هل كاسو قادان وإمدي ووينيد ويهي هذا مذاهب توضى الله يسو هل كاسو قادر سيبت غنا وحايا هايين هو يو ينقل وحالا يري وحالا إحسايا اللو سميي المها خطرتها أدونك برفسور رضا هدين نغطة مادقة هدين نغطان قوة كلاقية خطرتها قوة مارة تدنك علمك وحالا يري وإلمها أقوانتها غالبا dam bank dar xumaan ka fiirnaa iyo ku hooyooyinkoodii aabo ay kala tageen ilmaha inta badan haweenku waxa la yiri gacanta ay ku hayaan waa ilmaha khatarta noqdaan ilmaha hooyadu ay gacanta ku hayso ayaa wuxuu noqdaa ilmaha khatarta ee cilmiga meel ka gaara waxa intaas waxa ku filantahay marka amaanta wax qabadka ay leeyihiin taariikhiyan daacwada islaamka ay u soo qabteen maamoyinku هذه أنت على قصورك هذا هذا أني ما عند وقت جن لوجير أنا هل أهرم بقى جاي بسي هذا أفيرسو لبذا دنا هذا لبذا الجروب رن كنا وحافظ يا دمر كنا كنا يا فديا رجع هل كان فديا هل قف أو أباك مجرو سافرين أركفي وان هو وقياس يا وطالين يرجع ومسك أرضي دي ويان لكن تنك محل لقيه اللي ميقه هو يافق إذا أوكي حفل لها أوفي صدى حفل لها هذا أوفي سطان حفل دول بدتك جوجاي ودمر محاضرات كدتك جوجاي
معناه هذا ما هو رج أنوسن وباهنين أيها كسي باهي بدن لكن وحويا خير كي أيه أوجهر مرين ما موينكو صادرت هذا حال إلى هذا سومالي ذا مشروع هذه أضربت إنه جوليستو دمر كواين أكبران مشروع الدعوي جاها دوسيا إنه جوليستو أتكربتو وإن مركهارة أيه يوين كي يتدك دمر كواين أكبران وي هذي أكبران مشروع جوليستو ريا هذي أكبري ويانا مشروع أو فشل مايا صادرت هذا حويا دمر كواحد إلي وذو حدين والسلاح ذو حدينه وحويان حقا هدي وحي ديدان ما بحيك جريان وحي أقلالان غالبا وحو نغونا يا بوغ بلالي ونغونا يا ساسو قلو ويكبلها إيا معلمين تكبلها ميليه قعانتكو هيان ويكبرك بدايهين ماشا رقو قعانتكو هيا حقيقة ويكي إخلاص بدايهين ويكي حماسة بدايهين ويكي رشيك بدايهين فيريا أهرين تأبكسو قبقبيني وحي تاي أحاديث ما مقشين وحلا إلى هذا ما مقشين مركي لقى شيء كأنه مصطلح حديث كما مقشين وحلا مدلس ما مقشين أحاديث ضعيف كما مقشين ضمركم موريان تقول هذا مقشان حديث كوا ضعيف كي وكاذب ومدلس كان هذا مقشان وارك ضمرك أنت بدل أحاديثه وأحاديثه وصحيحه ولد أحاديثه ضمرك أنت أسا أمامك في رب الدين نفته لا تأسا أمامك في رب مركا ولا ليال وحاضر قاتان مركا كرسوني ذا أنت عليك بيراهي دو مركا كرسوني ذا أنت عليك وحاضر ذي أمانة أنت عليك كرسوني ذا وين القاتان وين الدوقاتان وحن رجينا يا مشروع عن يكو ولا متك هذا نرجع عن تبقى بطان ولا جاجسان وكرو قاتان كوا كرنا هنا ذا جاجسان كوا دوس جن إن لفرو مارة الحجية كوا كرنا ولا فرو كوا كرنا ولا فرو يعني ذي رجينا يا مركا دو مركو قيمة أنت عليك جيليهين مركز وحنا وقعت معناه هذا وام حي أود أسأل لغة فايسل هذا يا هذا برنا إسا أود أسأل لغة فايسل لها مركز برتر محل لجاج بهني هاي ممارسة يين أذكر على السوء يا لجاج بهني هاي جزاكم الله خيرا جزيلا رجلا وين أي دبر كنوريهن أفر إري هذا كهر كسير بقص وقت ما جاي وحال يري أفر شمع ومال كدار بسوي ماضي شمع إيكو بعد أيا وحال عضي وحو يري أنا قاعد majirto waxay ugu faraysaa oo iska damay kii kalena saas uu yiri oo iska damay kii kalena saas uu yiri oo iska damay saddex dhishab markay dameen hal haba soo haray soomaaho halkii haba qolkii oo mugdi ah cunug yar ba soo galay cunug yar markuu soo galay uu iska ooyay war maxaad la weysaa wuxuu yiri saddex dhishab ay kala maxay u dameen qolka qayb mugdi ah ka aha seenu joogi kara qolku mu wada iftiimo shamiiye saddexaad ba la hadlay wuxuu ku yiri niyahow iska aamu ha ooyin anigu waxaan ahay magacayga waxa la yiraahdaa ididiilo iyo amal baa la yiraahdaa magacaygu waa amal amal waa maxay qofku markuu tafaa'ul iyo niyasami iyo markuu la yimaado tafaa'alu nabigu wuxuu dhahay salaam khayr baad helaysaane markuu la yimaado waxa u daarmaya shamci iimaanka u daarmaya qof iimaankiisu wuu qabobaya waxa u daarmahaya شمعي يا افتيكي جعيلك قفكو امدك لا اوغبي جعيلك وامحي قفكو امد دن وانو خيرك لا جعلادو تي خير جعيلك امد خيرك ولا جعلا ايا قفكو ودار ما هيا قفكو مركو اسله هلو مركا دعوديس waxay noqonaysaa دعوه هوده غشاي waxaa lagu duhayo marka waxaan doonaya rajadaas inaan dhamaantin amalka wax xusuusano oo taariikhdi dib u xusuusano haweenki wa wanaagsana ka bacdi rajay iyo xoog waxay nasiinaysaa idi diilo iyo inaan natiijadiisi xoog looga shaqeynayo ay nasiinaysaa جزاكم الله خيرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدلوها رواينا هل كان مغيرو إنونا سوى جيدين دونا عمام بيها يبيرو الوالدين سيدو أكلا وحكا لي دونا مدرسة دا بصد شان عبد الله صدو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله العظيم القبير المتعالي الحمد لله الذي لا تعجبه ظلمات الليالي الحمد لله الذي أرسل الجبال العوالي سبحانه من إله يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله
بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا قرة عيني محمد بن عبد الله عبده ورسوله وسفيه من خلقه وقليله، أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة، وتركنا عن المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فتسليماته عليه: اللهم فاجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتك ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، praise be to Allah, the one, the cherisher, the sustainer and the acceptor of repentance, the one who makes the day and the night overlap, an eye opener to all those of eyes and souls. He has woken to piety chosen ones, made them renounce their worldly affairs, inspired them to be always watchful in his pleasures, granted them the ability to persevere in act of obedience to him, made them ever awake for the hereafter, and never away from any act that will displease him and land them into perdition. I raise my utmost praise to him, the generous, the compassionate, the sustainer, and we send peace and blessings to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, all his households, all his companions, and those who follow his footsteps till the day of returning. Amma ba'd. My beloved brethren, sisters, mothers, kiram, elders, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, to interrupt, inshallah, our sheikh here was giving a lecture in Somali, and I have turned the language into English. I apologize for that, inshallah. And today, as my brother said earlier, we'll talk about birr al-walidain. Birr al-walidain. Wallahi, this topic is very delicate, it's very emotional. Inshallah, if time will allow me, we will talk about this topic. To go straight to the point, let's see what Allah Azza wa Jal says in his kitab. Awa qari, mashallah, may Allah increase his ilm, may Allah increase his hifz. Qulu ameen. Ameen. You know, he touched an ayah which I was about to mention to you guys right now. He said, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. What does it mean? It simply means Allah Azza wa Jal has decreed upon you that you worship none other than Him. That is the first commandment. Let's go to the second commandment. The second commandment is وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. And be dutiful to your parent. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. If you might approach, if you see both of them or one of them attain old age in your presence, never say unto them, fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Never say unto them a word of disrespect, no shout at them, but instead وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Address them in terms of honor. Wallahi, inshallah, with this ayah, my whole topic will be under this ayah, inshallah. So my respected brothers, I have allocated some tips, inshallah, on how to be dutiful to your parents. Most of us, we are youngsters, we have parents back at home. So how can you be dutiful to your parents? So the first point which I would like to mention is never put anyone before your parents. And nowadays we see these things
We normally see these things on our daily basis. We see youngsters who put their friends, their colleagues, their family members, their brothers and their sisters before or in front of their parents. And inshallah, this point is never put anyone before your parents. Not your friends, no one. Never put anyone before them, inshallah. And in this regard, more so the mothers, and in this regard, I would like to call in a question. And this question is, what is our relationship with our parents? Are we diligent children to our parents? Are our parents truly happy with us? Are there days in their life they wish we could be different children than what we are? Ask yourself these questions, Akhi and Akhi. And inshallah, you'll excuse me, I have some flu. You'll excuse me. So ask yourself these questions. Are you diligent children to your parents? Are your mother or your father happy for you? Or are there days in their life they wish, Akhi Abdullah, Akhi Sumaya, Akhi, you could be different children, different child than what you are right now? And in that regard, I need you to imagine of a mother who writes a letter. What will this mother say in her letter? Will she not say, a long time ago, I received the best news a mother can receive. A human being can receive. And this was the news when I was being informed that I was pregnant with you, oh my dear child. I cannot express how happy I was on that day. I cannot express how happy I was on that day. And then weeks passed by. And I was scared I couldn't eat something except I will vomit what I ate. I will vomit what I ate. But oh my dear child, with all the things which I had, with all the things which have passed, with all the things which have grown, which have went through, I was loving you with every day that passed. The day that I held you became even more dearer to me. The day that I held you became more dearer to me, oh my dear child. And those weeks became months to such an extent that I couldn't sleep for long. I couldn't walk for long. And I couldn't stand for long. And a time came when I couldn't sleep on my back, because of the weight of carrying you will cause an immense pain to my chest. So will sleep to my side, that I might roll to my stomach and harm you. This was fear in my mind. But oh my dear child, with all the things which was happening in my life, I was loving you with every day that passed. My love for you grew stronger, and my desire to hold you grew stronger. Until a day came into my life when I felt a pain in which I never felt in my life before. A pain in which I thought I would die. Wallahi wa Rabbil Izzah, I thought I would die. A pain in which I will not wish my enemy felt. And this was the day when I hit. And this was the day when you are about to enter this world, oh my dear child. It lasted for long, pain after pain. Contraction after contraction, minute after minute, second after second, and wallahi, it felt like a lifetime. I thought I wouldn't survive from this. I thought I wouldn't survive from this, but oh my dear child, there was never a moment that I said an evil word to you or an evil word about you, but my desire for you, my desire to hold you, my desire to see you kept on going, so that I said, inshallah, it's soon. I carried on going. I never said I'll take revenge over you after you're born. I never uttered a word of enmity and hatred towards you. As I was suffering these pangs, which felt like the pangs of death, oh my dear child. And oh my dear child, you came to this world. The moment I saw you, the pangs of death which I felt dissipated.
and the tears which was in my eyes became the tears of joy, and the heart which I felt in my body became the heart of joy, as I held you closer to my chest and said, Subhana Rabbi Al-A'la. Allah indeed has blessed us with a great blessing. But oh my dear child, it never stopped there, for the sleepless nights came after. Why sleepless night, oh my dear child? I could not tolerate. I, as a mother, I could not tolerate you crying one bit. I could be so tired looking after you during the day. And when finally I have gotten some sleep and you made one sound, it woke me up immediately. It will bother me that you are uncomfortable. So I got up and said, rather I be uncomfortable than you be uncomfortable. So I pick you up, pat your back, make sure you're fed, make sure the milk is on the right temperature, so that you might feel the utmost comfort. You have started growing up, oh my dear child. I saw you walking, and before that crawling. And a day came into my life which was difficult for me, and this was the day when I had to take you, when I had to take you to school. I took your hand and I took you to school. You cried there and I cried too. But I had to hold my emotions back because I knew it was good for you. So I held my emotions back and I left you there. Oh my dear child, you grew in that school and you developed independence in that school. You have started doing things on your own until a day came into your life and into my life when I was very happy for you, but then I was extremely sad as well. And this was the day when you found someone to get married to. When you found a couple, someone to get married to. I was very happy for you when I saw your happiness, but I was extremely sad as well. Why? Because the few things as a mother, the few things which I love doing for you, now somebody else will do them for you. This is a clarification. This is a simple story. It somehow shows the love, the mahabba that the mother has for her son or for her daughter. Let's not go for the father's side. We see this father who struggles day in and day out, go out, being disappointed by his fellows in the name of bringing something in your plate. But then you are there at home. You have the guts to answer him back. You have the guts to answer him back. Without wasting much time, let me go to the second point. The second point is, being righteous child, being dutiful child to your parents is among the right, it's among the deeds that one can invoke Allah Azza wa Jal with. Let me take you to the famous hadith, the three men who are moving, who are going, and then a heavy rain breaks. This heavy rain breaks, and after that, they saw a cave nearby, and they went forth, they entered the cave. After some time, a huge rock rolled down and covered the mouth of the cave. So these three gentlemen, they had nothing to save them from that particular rock, except to invoke Allah Azza wa Jal with what? With the righteous deed which they did for the sake of Allah Azza wa Jal. That's why we hear one of them saying, oh Allah, I had an old parent whom I used to supply them with milk. And a day, unfortunately, a day came which I delayed and I found them asleep. And I disliked presenting, giving the milk to my own family. So I waited there till dawn, until they woke up, I presented the milk to them. Ya Allah, if I did this for your sake, remove this rock from us. And immediately what we hear, the rock moved. So my respected brothers, sisters, karamellas, we hear that being dutiful to your parent is among the righteous deed that one can invoke Allah Azza wa Jal with. And finally,
Let me summarize with the punishment, because nowadays, wallahi, mothers and fathers are crying. Why? Because they cannot control over their children as young as five. As young as five will turn to his mother like this and say, who are you to tell me this? Let me mention the punishment that Allah Azza wa Jalla has laid aside for these kind of individuals. It might be you, it might be me. Because nowadays, wallahi, mothers and fathers are crying. They cannot control over their children as young as five. This girl or this son will turn up his mother like this and say, who are you to tell me this? Wallahi, there's no hardship other than the one which when you see your sibling, your children, your son or your daughter answering you back. That's the worst hardship that a parent can go through. Let's see the punishment that Allah Azza wa Jal has laid aside for these kind of individuals. The hadith which Hafid al-Mudri relates in Tarqib wa Tarhib comes to mind. He says, I came to a tribe, and this tribe after Asr, at this tribe, they hid a tomb, a graveyard nearby, and after Asr, this particular grave opened, and a young individual came up. So this individual, this young man, his face, his head was the one of the donkey. His head was the one of the donkey. So I went forth to the locals and I asked the locals to the regards why this kind of individual was being punished in this manner by Allah Azza wa Jal. They informed me that this young man, he used to take alcohol. He used to take alcohol during the day, and when finally he retires back at home, he finds his mother there. As mothers, the mother tries to save her child from Jahannam. In the name of saving her child from Jahannam, she tries to advise him accordingly. She tells her son, oh son, stop doing this, stop doing that. And when that particular mother gives her son nasiha in this manner, What will the son say? The son will say, oh mother, stop hee-hawing like the donkey. Stop hee-hawing like the donkey. And wallahi, it is the same punishment. This kind of individual is being punished in the same way till now. The decision is ours, my respected brothers and sisters. If you go to the extreme way of disobeying your parent, the punishment is there. And if you turn to be barran to your parent, Allah Azza wa Jal will award you accordingly. And for that few reminders, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khairan jaza. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى أنا جاب محمد الله يا لغة شين وحلا دايو إن شاء الله. بركة أفصومالي جا إنجليش كيكس وحلي جا ويجانو ميكس إن شاء الله تعالى. سو مشاون aan ku fahmo way kasoo xiliga af Soomaaliga aan ku daraa meshan af Soomaaliga ii shaqey waayo English kan ku daraya diyaar Soomaa hayaan Allahu bikum bismillaah alhamdulillahi alladhi qalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizul ghafur shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة اعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباد الله. After thanking Allah Azza wa Jalla for these bounties and this gathering, I would like each and every person who's seated with us here today, before beginning, each and every person to say Alhamdulillah. جهنم
وبئس المصير للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فقانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من الفائزين. My sisters and brothers, this topic is very delicate when it comes to the sole purpose as to why we're here today. And I want to reflect on two things, inshaAllah ta'ala, if Allah Azza wa Jalla wishes so. They have given me the importance of the Holy Quran. I don't call it the importance, I call it the beauty of the Holy Quran. Because it is very beautiful. And I want to start from the journey. Where and when did this Quran, this Kitab, this Tanzil came? Why is it that the Shahr Ramadan is the most beloved month? Why is it that we fast? Why is it that it came on the month of Ramadan? And Allah Azza wa Jalla in the Holy Quran says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Very sweet. Allah Azza wa Jalla says, the Quran came under the month of Ramadan. Yes, we fast on the month of Ramadan. Yes, we do fast. I want to ask you, it's only in that month that we remember, week in, week out only, but the Holy Quran is here. How many centuries ago? 16 to 17 or more than so. Look, the Holy Quran came long. And it's important, I want to declare it to you, my sisters and brothers, that this it has a lot of importance, but the first one, it gives us knowledge that we never had. Let me ask you, many things that we do today, many things that we say each and every day, if the Holy Quran wasn't here today, could we be praying? Could we be having something to recite in the prayers? We could just be doing something like teasy, just Allahu Akbar, Allahu Akbar. But when you recite the Holy Quran, you feel in the khushu', you feel it is motivating you. Some verses you read in the Holy Quran, you feel like I am Alhamdulillah. That's the ni'mah that Allah Azza wa Jalla is one of the most important things in the Quran. And that is why our sister today and this organization have opened a madrasa that's to benefit the youth, each and every Muslim sister and brother, to benefit each and every mu'min who will like to get something. Are we ready to earn an ajr by being educated in the Holy Quran? Yes, we are, right? But how much do you journey to that place? How many times have you heard, we are opening, not long ago, we were opening a madrasa that was free to the sisters. Many registered, few showed up. Why? In the shaitan is there. You know, in the Surah Al-Hashr, I think, Allah Azza wa Jalla says, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله
رب العالمين. The shaitan is there now, he's telling you this guy is saying something that's not beneficial. Later on, he says, I'm not in. I am not with you. Look, that is the amal al-shaytan. It is taking you away from the qayr. You hear to the qayr, but you don't want. How many times do we hear the call of adhana? 5 times a day. How many times do you show up to the mosque? How many times do you say, wait, a whole ayah came. Look, Allah Azza wa Jalla, in each and every reason in the Holy Quran, He gives you a dalil. He gives you a point. He tells you, do this, don't do this. هَذَا حَرَامٌ وَهَذَا حَلَالٌ هَذَا. Look, how did we come to know zina is haram? How did we come to know that khamr is haram? How did we come to know about all these haram things? Who differentiated it for you? Is in the Holy Quran. And those are the words of the خالق الأرض والسماء. Do you really respect it? How do you respect it? Not by putting it on top of other books, reciting it. And I want to give you a secret. Do you want to be among the Ahlul Quran each and every morning after Salatul Fajr? Don't read even too much. 5 ayats, go and sleep. Wake up. Wallahi, your day will glow like this moon. You shine, you feel blessed. Now the question is, even I don't wake up at Fajr, how can I? That is the mushkila. The reason behind is it that you don't recite the Holy Quran. Do you really recite the Holy Quran? If you do, wallahi, ayy salah, ikuwe asr, ikuwe salagani, you will show up. Because Allah Azza wa Jalla, you know, when you hear the adhan, look, Allahu Akbar, Allahu Akbar. You hear the adhan, you say, Allahu Akbar, you just feel like, Alhamdulillah, now it's adhan. Then you go into the mosque, Salatul Maghrib, the Imam recites wonderfully, Suratul Fatiha. Then he goes to other verses of the Holy Quran. You know, you feel in khushu', sometimes you feel blessed. But we don't differentiate. You know, sometimes, wallahi, I feel shocked when the Imam is leading the Salah. Then the Imam is reading, يَوْمَ نَقُولُ لِدَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولَ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. And somewhere there outside is a Muslim. He's hearing it, but not obeying the verse. Because why? Yes, he learned the Quran. He's educated about the Quran, but he never got the meaning. He never understood too much into it. Sisters and brothers, you know, learning the Holy Quran is not about reading. I can read the Holy Quran from Fatiha until to the last. Yes, but how much do you understand? That's the question. Learn, understand, follow. Those are the three concepts that even all imams, all the shuyukh, they give each and every time. If you learn the Holy Quran, then you follow it. Then you understand it. Wallahi, you will be among the people. Allah Azza wa Jalla mentioned, you will be among the winners. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزين. If you want to be among them, take the Holy Quran in the right hand. Walk into it. Force. Wallahi, then Allah Azza wa Jalla will make you glow. Have you ever seen people who recite the Holy Quran? The Kharis, these so-called big shuyukhs. Have you seen them? When they are walking, even you feel there's some nur in them. That's Allah Azza wa Jalla. In the Holy Quran it says, Nurun ala nur. That's the nur that Allah Azza wa Jalla will give you. Are we ready for that nur, sisters and brothers? Yes, we are, right? Why are we not getting too much into our minds that we don't want to be educated? Why is it that this dunya is taking us away? You have been told, taqid dunya. Wallahi, if you want to be among the people who win in this dunya, and you want to be those people who win in akhirah, be maskeen in this dunya, have nothing, but at the sight of Allah Azza wa Jalla, be very rich. Wallahi, yawma la yanfa'u malin wala dunya. Pesa, 10,000, 5,000, 2 shillings, they will end. When you go to the qabr, only 3 things will follow you, ya mal, ya ahl, and ya amal. 2 will come back, only 1 will go to you until dawn. And that is the amal. If'al amalan saliha. Do an amal that is salih. Then benefit the ummah. Educate the ummah. Be a person who became among the winners, sisters and brothers. Don't be educated and you become fool. Wallah, we have people who memorize the Holy Quran, but they are still becoming drunkard. They are becoming of no use. We feel a lot of pain. Wallahi. Tell the people the good. Call them for the khair.
call them for the khair. If you want to be among the winners, even you, just try, even today, if you're not feeling comfortable, just read the Holy Quran once, and then Allah Azza wa Jalla, He will motivate you another day, tomorrow. Yeah, you know, yesterday I read the Quran, it was amazing. Let's start from Surah Al-Nas. Even if you find it difficult, ask someone to help you. You will be helped out. Then Allah Azza wa Jalla will make you those people who have benefited from here and here after, wallahi. Sisters and brothers, don't take the Holy Quran as a joke. Let me give you some two stories. It's my nature, I like to be giving stories. I want to give you narrations on how the Holy Quran is very amazing. أولاً وواحداً Imam Ibn Qaymiyyah, one of the times he had a very, it's not stated clearly in the hadith, he had a very wonderful, amazing camel or horse, and then he left it somewhere there, he just tied it up there, and then he told him, the Sahabas were there, and told him, yeah, Imam, you know, there's a guy who's sitting over there behind, when you're passing by, he might look at your camel or horse, please be careful, inshallah ta'ala, just don't use that road, use this other road. And then Imam Qaymiyyah was like, who is this person? He used the same road that he was told not to use. As he was going, and then suddenly when he just passed away, the man, you know, Ayn al-Hasad, he just looked with the eye of Hasad, then that the camel or the horse died. And then Imam Qaymiyyah came back and told him, come take me to that guy, I want to see him. And then the Sahabas took him there, and then he recited the verses of the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Suddenly as he started reading the surah, then the man, his eyes started become burning. Wallahi, that is the ni'mah that the Holy Quran has. It is shifa, it is huda, it is rahmah. Why are we not making use of it, sisters and brothers? Marka waxaan rasanaayaa waqtiga inaan ka gaabino. Qofkii 10 haystay 2 daqiiqo, 3 daqiiqo inaan ka dhigto inkoo raali ah salaad iyo sunno. Waxaan rabaa inaan xajiyo. وأنستجيب صلى الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم جعل لأهل القرآن مزية وأي مزية رفيعة عالية ثم الصلاة على الحبيب المصطفى سيدنا وحبيبنا نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح الأمة صل عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سيدنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبابي أسلمكم سلام الله تغشاكم وعين الله ترعاكم أبد الآبدين ألا وهي سلام الله تغشاكم وعين الله ترعاكم أبد الآبدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحأم لنا يا إن الداشين سيدي ما أنت نوعدني لجودي لكن وحاربا إن كه الله دورك جبردة مسلمة دا أي كل هذا هاي مجتمعا أن كل حنا الله إنجا وأوجه هاي جبردة مسلمة دا دورك هذا أي كل هذا هاي مجتمع إسلام كه إنه سائد وبلارني هاي وقت جن هذا أن هاي سنة إنه كسر كوبي كرين لكن سو حن إسكودة يا إن قضبير كتابته لكن سو يجهر شيخ ضيب إله سبحانه وتعالى أجر كيسة حسنات كه وقدر دورك جبرد الإسلام كأي كل هذا هاي مركان أصل نظرية إن مؤرخين تعلم ماذا هايان سيدي كشهجان مركان أصل لابنا أما أنفير إنه علم ماذا بحوست أي كسم ميسي أما الرسالة كأي كسم ميسي جبرد مسلم ماذا دورك أي كل هذا هاي مجتمع يضو مركاسي النبي صلى الله عليه وسلم وقتي أوتري جبدها للدوق تري أما gabdhaha la iska amaahan jiray oo la dhigi jiray war gabadhaada maanta isii ama gabadhaada de gabadhu aysan qiimo kale lahayn laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa uu ku karaameeyay nabiga sallallahu alayhi wa sallamna uu karaameeyay waxa qisaba inoogu filan markaan u laabano quraanka suuratu al-imran maryam hooyadeed markii ay uurka qaaday waxay
وحي إلهي كتري إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم مرك يضو حي أم ليني سي وحي أورك كو الدائنو يهي ويل وحي إلهي سبحانه وتعالى أي أصي سي هذيد وحي ربت ويلك إنو كان نقض مساجد كإمام إنو كان نقض مساجد كخادم الشقية قرآن ككريم كأه لكن سي إلهي سبحانه وتعالى وحوسي قبل مركز عمران حيتري يا الله حال دو اس بدشي انا قبر بن سوغي وحن سوغي نين بن سوغي حال دو سيده نكون دونتا الا ان قبر ما نكون كرتو مساجد كما توجين كرتو حال دو سيده اي نكون دونتا الهي سبحانه والله اعلم بما وضعت الهي سبحانه وتعالى واغي هي وحي دشي مركز محل غوري وليس الذكر كالانثى وليس الذكر كالانثى بل حكمه داس الى فيريا إلهي سبحانه وتعالى حال دها يا هدا مركين أصل الله بنددكن قربيين تأه حيد هيا جبردو قريب إسلام كحري إسلام كموسى سينين حقي ذي لكن إلهي سبحانه وتعالى بين أي كشيء حقي ذي نوسي مرك أصل نقنا إلهي سبحانه وتعالى محده وليس الذكر كالأنثى جبردو أما إن أنت ير ويك كونكس انتهي أما كفي عن تهي نك رجع إلهي مركان وقصوا النقل نوعين سورة آل عمران وحايضنا قصينا وقفلا أما وعينا وقفلا إن الله بنا أمنا خديجة رضي الله عنه وحي أحيد قفكي أبوه الرئي وكلمة التوحيد كل واقع بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى تدكي قارو حي آمي سنهين دين تنقنو أبو قرقاري رقبس لكني ضمرك وحي كقاتين كالين أدوين أي دين تكقاتين مركا انه لنا هي ان امنا خديجه رضي الله عنها وحي احيد قفكي كوباد كلمه التوحيد كدواقه النبي صلى الله عليه وسلم مديده كليته مركي او اسغو ارغغحسن او صاحرري او وحيغي لو شيغي اموسن تگين ابو طالب او جيسغي ودنكا او سلطانكي اها ادركيس امو حمزه اموسن تگين لكن وحي او تگاي خديجه وحي كدهيس انتو اسدو المير عمل دبت كغا جيفسداي بو كوري زميلوني 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 مركا حدا وحان هلكاس او غدلنهي دمر رغينا وحا لغا يابا اني سن تلودودا او ديبنين حاسسكودا اما غبدهودا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسغو اوغا سلطانكا او مغالده دنيمن سلطامين او حدانا عربتا كا اهيد عيب انو نينكو او تغو غبر دمر او لا تشتو النبي صلى الله عليه وسلم لكن سو كدوانا وحو اوغا غبدي سو قيمها اي ليدهي مركو أتغي وحكور زملوني زملوني محي أغتشوا عبد دونتا لن يخزيك الله أبدا إلهي سبحانه وتعالى كم حمين دونا ملحن كم مردق دونا أي أغتشوا عبد حبيبك صلى الله عليه وسلم أغتشوا عبد تانك خديجة رضي الله عنه حدي أنه أصلا بنا بدي ذلك خلق خديجة وحي أحيد قفكي أغوه الرأي أو سمال كذا سيسي دينتا أو حد يسي دينتا أو خدموتي أي أحيد waxaa kala inoo gu filan culimadeena maanta hadeenu imaamu aan u noqono afarti madhab fiqhi uu sheegay ama muarrixiinta say ka sheegan kulligoodba inay ahaayeen inay hooyo soo barbaarisay mujtamaan dhexdiisa gabadhu waxay ku leedahay dowr aad wanaagsan wiilki dadiyahaana wiiso agistaagay waqtigan aad ayuu u gaaban yahay marka muhaadaradana luguma soo koobi karo ama qodobada lagu talagalay luguma soo koobi karo laakiinse waxaan rabaa inaan ogeysiiyo dumarka la takuni silca rakhisa hanqanin silca rakhisa hanqanin silca rakhisa ogow islaamkan meesha uu ku dhigay bulshadana waxay ku dhisan tahay dumarka soomaalidu waxay tiraha gabar ama guri ha kaaga jirto ama god ha kaaga jirto laakiin waa khald hadeen u noqono Anas bin Malik oo muahidis oo muslim nabiga sallallahu alayhi wasallam asxaabti ayagoo ku agaarsan bay u timid markaas waxay tir nabi allah wiil kan yar ha ku adeego ama ha ku khidmeeyo oo waxaad u baahan tahay ragan waa rag waaweyn kuma siin karaane bal isagu ha ku adeego hooyadaas bal hooyadaas fikirkeeda iyo xikmadeeda fiiri Anas bin Malik hadeen qisadiisa u laabano hada waxa laga yaabaa inaynu soo koobi karin laakiin wuxuu aha dadkii xadiiska ugu badnaa ee nabiga kasoo gudbiya midda kaleeto waxa ayduna jirjirtay Ahmed bin Hanbal Ahmed bin Hanbal reerkiisu waxay ahaayeen reera faqir ah aabihiisna wuu dhintay
هويدس أنت هبين بركي صاب حسين المجال هذا إنه يربي ما هنا إفتين كمال قصة كبحية أنت صاك حيس هبين بركي مركي سلادة سو حلص عكدي منتهي بس هاجتك أنت فريسي سو بيديه ترتي يظن إن عضو مركي قشة بيديه ترتي سلادة هلك كوسك مركي سلادة ولا جب حنا معلم كي قرآن كده كده ترتي جعنت قوى بر دينته بل هو هذا حكمة ذا يفيرية علم هذا لما أنت إن هذا الله بنو وح جرسية أما قف هدو بريسنتي هاي أم هدو مدح أم هدو يهاي دختر هدين والله برنا وحي إن جارسي هم يجاس وحي هاد هاي مركا إن هذا الكل وحنا كسوكو بيا إنتاس وقت قاير درادة سلام الله نهدي إليكم مع الأشفاق ممزوجا حنينا. لم يدرك القرآن وحفظ صلى الله عليه وسلم مركا إخواني بلاد وحا إذنين وانت أنبرنا وقفز بدون اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان قصة جيدنا يا قبي يروكو سابسن هوي معاني دايما هوي ذي يي عنيقو دلان يرى عنيو حوقو ديميني هاي عنيقو اندار حيرن كرين عنيقو اندافتيو ديبك بكالقران محادو يرى دايما تلاوين دحال قلي وانواجا يقدو من ديكتا يغوش يكتود يغوصو دعان ولي dad la dhaqankii la dhacay hidahooda dalan roogin dhowrsanaanta hooyoy waa dhibtaad abuurtood dhowrsanaanta hooyoy waa dhibtaad abuurtood waa dhigaal horuwiil ducaa u lilun allahumma ijcal awqaatiha bidikrin macmuura allahumma asciidha bitaqwaak allahumma asciidha xaya wamayita walaa taxrimha min hada ducaa يا رب العالمين ربي أبعد عن أمتي ربي أبعد عن أمي متاعب الدنيا ولا تذقها طعم الألم ولا دموع الحزن يا رب يا رب بحجم سمائك السابعة أريح قلبها وأسعدها واحفظها اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحان أمها دعني لما أنتك قصوة قدرة ميشان علماء أبوها الرئيس والدينة أولياشة عمددة صحافة لما أنتك برامج كنك عام كلها أصول مين أصوها به لما أنت دوحالها وما سنتي آدي آد بعد ما سنتي برامج كبدنا أنه لمسوا عن مركي ساعات صدح ساعة يعني قصوة ورقلينا قصوة قيب قلو كينا واعد جيبي أدام هنيكو حمانت الشرف بيئة أرضي أرضي كميدة ماشان إنو دوكس الفرائية وأنا كم هاد علنا يا إلهي سبحانه وتعالى ما هذا ودن إسكالة بعد الله والي في برامش الصور المقابيين يا أرضي صور دياري لوضع وكم هاسينهين لما وحلها مركضتي قصوة قد قلت محاضراتي أحاديثي آياتي دمان وحنا لقى ربعنا وطعيها أذن واعية ولنا خير كاس وإلهنا نجد قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن هناك يا خير كاس كوي راع إلهنا نجد قال ما دام وقت وجابي هاي مركز كنا نود عيننا كل واف لحل اللي بنا الله كدي قال كل وهر مرة الله كدي قال ما دام وقت مسك جابي هاي أنت أسمع سوكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي كجر سيم عليك كنت بسود على مسكي حجمنا كبك كبدي عرب هالكائن النبويرو مسكي مهد آدم ويلنا قبي طبعا الله أبرا مش صلوه غطا قبي أيكو عبريسو أعضها يقيمي هيسا طبعا وعن روحي كدو نصور كلا إني مروها قدو سيسو هديت وعن قلو بيسكو عصر عبر كبرامش كيدا لما يسانيسو
inay stage ku soo dhameyso aado mise ku soo dhawo. Awalan assalaamu calaykum waraxmatullah. Intaas kadib waxaan aad ugu sii jeclaannahay labadeeda waalidba joogaan inaan labadooda sabraysoo balse allahu isiiy. Allah subxaanahu watacaala ayaa mahad iskale mid ka mid ah waalidiinteeda aaba macan waxaan rabaa inaan gabay ku tago gabaygaan wuxuu ku bilaabanaya sida tahay maxay dunida xaal adag xujo iyo dhib leedahay maxay xaadadaba dheer dadku badan wixi jiraa xanuunada dhammaantood waxaa laga xoreeyaa qofkii aabo xeeldheer oo naagtu xalan tahay oo xiska dabayn kara dadka lagu soo xulay waqtigan xab iyo biyo ahaa xub yaroo maran oo haddii la xorana qoraalyadu xagafeen aabihii xilbaaray ixirmeeyey keligay asal xoolo badan asal xoogu weyneen dartay galay xamaaliga xilligan hurdaaye shaqadu xarbaayo aabba xulkiigu maanta xaakin baan ahay qur-aankii xafiday buu xadiidkan ii dheer aabba xulkiigu alow aadan habaar geli anigoonan xaqaada kugu naftaadan xanaanay xadkan duudka kuuge allaahumma aamiin ilaahay subxaana watacaala waxaa ka baryaya inuu waalidiinteennaba ahlu janno ka dhigo aamiin 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 mar walba ku dadaala inay waalidiinteenna ka farxisaan ha u ogolaanina habeen hal habeen inuu waalidkaaga murgoodo dartaada intaas kadib waxaa rabaa inaan aabahii macaan maadaama uu iga joogo inaan guddoonsiiyo shahaada sharaf tani waa hadiyad qalbiga ka soo go-day balse waa iska faraxsanaanayaa mooge xaqa waalidka ma gudi karano waxaa rabaa inaad niyadaada ku dhisato inaad soo saartay gabad gabdhahaga mid ka mid ah marnaba niyadaada ha u ogolaanin inaad murgooto waxaa soo saartay ubax waxaan kaloo rabaa inaan hadiyad kala siiyo oon saa'idna u weyneen balse niyadda unbaa ku dhisanayaa arrimaha iguddoon gabar akhlaaq leh diin leh xaafidul qur-aan ah aad baa kugu mahadcelinayaa aabo macan awaankaaga ma hidi karo idin kale waxaan igu dardaarmayaa mar walba inaa waalidkiina ka farxisaan mar ha u ogolaanina waalidkiina inuu dartiina u murgo please and please بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا من الله الرحمن الرحيم مكة حكتا وانا مما يدرنا يا دوك حبتا صوت أبو القابيري وقيل حال لك قلت مكة لوانا وانا مما يدرنا يا دوك اسمه غيب قلي مكة اصدقاء وانا مما يدرنا يا مليا رضا مواجدي وحقيقة آتك أسر الطفل وانا بمفر حي inay noo soo socdaan dad waxtar leh oo dhalinyaro ah oo aqoon fiican leh xaqiiqatan aad baan u faraxsanahay dareenka inuu kacsan yahay loona sheegi karo laakiin waxaan ku kallifay gabadha inay san sameyso ayaan rabaa inuu wax idinka sheego maana nuuyi xaqiiqatan arrintaana laakiin miskii waxaan ku soo koriyey oo yaraan baan kusoo koriyey xaqiiqatan aad u dhib badan
نسكي وحاب الشيء قبل أن يرانس هو سنة عالم جعلة لكن عرف أيها نكلا جيني كبعدي وأبقران كرتان قبل أن هو يريد تشوفين لما هو يريد تشوفين أصاب عنوه ليه حضرا قبل هو يكبر بني حينما نقول في عن من قال له أقول قبل هو يوم بأبقران كرتان لكن حتى هو يريد كم مقام تحق وأهلين أبو حنوبة حقيقة وحضر أيها تدعى لنا نفرد سيحن حي كبر لي حي أنتي حي أرني إسا إيه حي نقوم دون تعدي أنا شخص كمرا من حي إيه هذا مبلي تورين طبعا سنة غدتر وحان أبو لما يعلنا يا نسكي دريك حمون كبضل مبسو كريه سيدة أدري سنتها حانا كو عصر يا جوركز طب إنه هو القصة أدري سيسو إن شاء الله عن كم مرة أنا شيرو قدك قمرك أما ربع على قدك مستقبل حتى في عام هيستا إنه مستقبل كل ذي دالا أو أي آد ذي دالا وأي أطير ذي كبر برو دي بوي باك نشا هذا بوي ما كستو قصنا يسأل ما هاي يا بنت هاي هو الآن ما عاد ما ما قن عكرتي هذا الدون كواح صار نوكلت حقيقة ما غير عقلتي. دمر كذا سلاس وكله. أنا المهوض حنون دريمان وأي دكان وأرد حنون كذا لي. كوا مستقبل كسوة هي هي كوا حدا هاي استوى. وحنك عصنا يا. أنا المستقبل كذا أصمران المهوض أنا أصمران ضد وناك سنة يسوس صاران وشيل وناك سنة. عاد بينكم كم هذا علنا يا واحد من مره كرو أب أوفي عن إذا أنا كشيء كي يقصد أصلاً سي جودة قالوا لكن وقت جا كوبان هي درين كي يقعسن واحد من مره كرو أب إنه كم هذا علنا يا أبو وكود عي وكود عي المدرسة داسنا هذه إلى إيه هذا وأنا قريب استعج هيا وحنا كنت أكلين دونا إن شاء الله ضدك عام وحيسنين هيا سفرن تريا وحب بردونا هذه إلى إيه هذا عدى أمها سنتين شو بقول أنت سيدي بحر إن أمها الأولى في جنازتي جبرت ولن تجي إن أمها الأولى في جنازتي جبرت ولن تجي إن أمها الأولى في جنازتي معاني بل أبو أمها سنتبرنا في السبب ونصف بلنا أو جاتي